عايز اعرف ارتحتي بعد المغامره ولا ايه النظام دلوقتي؟ لذيذه. حلوه المغامره عشان انت فيها ده مبدئيا. بس كلنا بنسال، الدموع دي خلاص كان سببها انك شفتي منظر من فوق خيالي. ايوه. ووصفتيه بانه منظر رباني. ايوه. كلميني اكتر عن المنظر فوق. يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس هي كانت حاجه ملهمه قوي، ان في جزء اخضر وجزء ميه وجزء جبال وجزء وفي حاجات طايره من تحت، واحنا قد ايه صغيرين. حاجه حلوه قوي. يلا نسمع الفويس نوت اللي سجلتيها قبل ما تركبي الطياره ونعرف كان احساسك ايه. يلا. انتي رايحة تعملي دلوقتي اكتر حاجة من اكتر الحاجات اللي بتخافي منها في الحياة، انتي عندك خوف من المرتفعات، وانتي رايحة تكسري حاجة جديدة من الحاجات اللي بتخوفك او حاسة انها بتخليكي ضعيفة، وانتي قدها واكتر كمان، انتي دايما بتعملي كده. بما اننا في الاقصر وفي النيل، النيل ساعات بيبقى ملهم للناس مش بس في الاستجمام، كمان ننزل ونعوم في النيل. جربتي تعومي في النيل قبل كده؟ لا ولا مرة. ولا مرة طبعا. طيب قوليلي كده، في أفلام كتير مرتبطة بالنيل أشهرهم عروس النيل، لو هتعملي للفيلم ده مرة تانية عروس النيل هتختاري مين بطل غير رشدي أباظة في اللي موجودين دلوقتي؟ كريم عبد العزيز، آسر ياسين، ناس كتير قوي. أنت فاكرة لبنى عبد العزيز كان اسمها إيه في الفيلم؟ هميس. هميس، صح كده. طيب النيل دايما مرتبط عند الناس بالرومانسية وبالحب، النيل مربوط عند هدى المفتي بإيه؟ النيل مربوط عندي بإيه؟ هو ملوش علاقه بالرومانسيه والحب، بس انا عامه بحب الحاجات، يعني بحب اللون الازرق، بحب السماء، بحب النيل، بحب اللون الاخضر عشان في عشان الزرع، الخضره، الحاجات دي مش بيبقوا مربوطين بحاجه معينه، هما بيبقوا مربوطين باحاسيس بحسها براحه لما ببقى حواليا الحاجات دي. طب انت بتحسي بالرومانسيه او بالراحه في العلاقات عموما اما حد بيهديكي بايه؟ يعبر لك عن حبه ازاي؟ بحب الشمع قوي قوي قوي، وبحب الزرع، لو حد جاب لي زرعه بحس انها حاجه رومانسيه جدا. هدى انبسطنا معاكي النهارده، يا رب يكون انبسطتي بمغامرتنا، ويلا بينا ناخد سيلفي مع النيل واحلى مكان في الاقصر. يلا بينا.